هلا بدنا نسوي شنطه الميك اب. تعبت كثير وجوعانه كثير لهلا ما اكلت شيء. طالبه اكل بس وصل ولسه ما اكلت. فبدي اسوي هدول على السريع كثير ثقيله يعني هاي الحاله بتطلع 20 كيلو. فتعال اوريكم. حسيت كثير صغيره على الميك اب اللي عندي. هذا مو كل الميك اب طبعا، مش كل السكين كير. في هدول لسه، وفي هدول، وفي هدول. جبت كل هالميك اب ليش؟ لانه انا رح اعمل ميك اب لحالي، ما رح اروح عند ميك اب ارتست. فرح نروح على الطاوله ونضب هنيك لانه ما رح اضب على الارض اكيد. هاي جايز، بدي اورجيكم قد ايه كنت اخذي معي ميك اب او قد ايش رح اخذ معي ميك اب. الشعر هون. هدول كلهم كانوا هون ولساتني ما طلعت كل الميك اب اللي بدي اياه. يعني في لسه هون الماسكارا هاي من اناستازيا مع الماسكاراز، وعندي هذا الايبرو جيل اللي ما اللي كنت نسيانته. تخيلوا هذا هون ما رأيته. هذا كنت نسيانته. انتم متخيلين انه انا كنت نسيانه الايبرو جيل اللي هو اهم شيء. فا في هون لسه ماسكارا بدي اخذها واحدة بس. هنا الأدر نفس الشيء. هذا الفوليوم نزل الفوليوم أكيد صح؟ يس نفس الشيء. حاخذ واحدة منهم بس رح أطلعها من العلبة لأنه ما بدي إياها تاخذ مساحة من كتير ما في أشياء. فراح آخذ هاي لسه واحدة. تذكرت منيح، تذكرت انا منيح هلا عم اتذكر الاشياء. شكرا اني عم اصور حتى اتذكر. ف لسه هاي الماسكارا بدي اورجيكم اياها. طبعا عم اطلع من بوكس سيفورا كمان اشياء اللي ورجيتكم اياها اللي عملنا فيه انبوكسينج. ف يس هاي هي. شوفوا ماسكارا واي اس ال. الحمد لله تذكرت اخذها الحمد لله لانه لين تكون اخذه بس ما رح ترضى تشاركني لانه انا كثير بضيع الاغراض. فهلا رح نبدا نضرب. سو انا مقسمه عامله هون البلاشرز، يعني كيف مقسمته انه هون لللبس بلاشرز البراشز. يلا نكمل هلا بنبلش نضرب. بس رح استخدم بدي كيف ابدا ما بعرف. رح احط اول شيء باليتس. ما بعرف ليش مكترة بس بحس خايفة خايفة انسى ما اكون بدي شيء يعني. خلص هاي بلاها حاقلل معكم. هدول بدي بينك اكيد بدي شيء بينك. هاي ما بدي اياها. هاي خلص 3 باليتس من اصل 5 في تطور. اوكي شوفي اشياء كبيرة. رح احط هاي الباودر، رح احط الهايلايتر، رح احط ال بلاشز. اخذت 3 نارس ديور وبنفيت. هاي 3 اشياء. اوكي الكونتور المفروض كنت اشتري شنطة ثانية للميك اب مو هاي الشنطة، بس حبيت اجيبها لانه بتلبق مع الشنطة الكبيرة. يعني عشان تعرفوا قديش انا فاضية. هدى بيوتي باودر لاشز، مع اني ما بعرف ابكر بس بدي اتعلم. اخذت 2 لاشز، واحد من ماك وواحد من هدى بيوتي. والجلو 2 جلو احتياط بتعرفوا. رح احط السيتنج سبراي تبع بنفيت، بحسه قوي فبدي شيء قوي انا وقت العرس. و ماك سيتنج سبراي هاي 2. اوكي هيك تمام. هلا اتفللت مبدئيا. اوكي رح اخلي هذا الطرف للسكين كير. نكمل. برايمرز اخذت 2 برايمر، هذا كثير ثقيل ومنيح بيثبت الميك اب فمشان هيك اخذته. رح احطه هون. الفاونديشن رح اخذ. سو كنت عم اقول لكم رح اخذ فاونديشن لانا. شوفوا الفاونديشن مكتوب عليه اسمي.
مع انه شوي غامق علي، بس بخلطه مع كونسيلر فاتح بيطلع تمام. وانا اوريدي رح اخذ هذا الفاونديشن تنت، ف رح نحطهم مع بعض. قربت عشان تقدروا تشوفوا يعني، تساعدوني اذا في شيء ما له داعي اشيله. 3 كونسيلرز، نارس، ميك اب فور ايفر، هدى بيوتي. بعدين بدي احط هون الكونسيلرز، ما بعرف بخاف، بدي احط الليكويد هون، شي جلام شي جلام، الكونتور والبلاشر بحطهم هون. رير بيوتي، كتير سمعت انه بيفقع بالطيارة بس رح اخده. شو اعمل يعني؟ لللبس هون البروشز عشان هيك تركت فاضي، ف هون فينيش خلاص تمام. هلا بدنا نكمل. جبت اي لاينرز وكحل للعين اكثر من واحد كمان، والابيض بنحط جوا العين احتياط. هدول الاي لاينرز كمان رح احطهم مع الليكويد، الاشياء الليكويد. لللبس فور ليب لاينرز راح احطهم، راح احط معهم البروشز دغري. اخذت كل البروشز لانه اكيد يعني متاكده انه راح نضل اكثر من اسبوع، فراح احطهم هون مع هدول الباقي. كمان بروشز هذا بلاها. جايز بدي اياكم تساعدوني بشغله بسيطه. كل هدول شوفوا كل هدول اخذتهم لللبس. شو اشيل منهم؟ رح اشيل هاد، رح اشيل هشيل ماك، رح اشيل هاد، برفت هشيل التنت، هشيل التنت بس. اي ثينك تمام. هلا صار معي دولتش جابانا، معي تو هدى بيوتي، فنتي بيوتي التلاتة، ورير بيوتي، وسيفورا. enough. I think enough. مو I think أكيد enough. قدر بدي آخذ معي. okay. وهيك بكون خلصت الميك اب. لسه بس بدي آخذ، بدي أحط البيوتي بلاندرز. بحس بدي أحطهم بالمحرمة يعني بتيشة أو شي شكل. هلا بيوتي بلاندر وحدة رح آخذ اللي هي بستخدمها دائما، غسلتها وضفيتها. و راح آخذ الباودر باف. هيك تمام. هاخد هذا الشيء للرموش. تركت شوية ميك اب لحتى اعمل هلا وجهي، بس ما راح اخذهم كمان يعني، حتى لو خلصت الميك اب تبعي ما تخافوا ما راح اخذهم. اي ثينك انه هيك بنكون خلصنا. يس، هاي الباودر باف حطها مع هاي، هاي الطريقة. وهيك بنكون خلصنا هذاك الطرف. هلا بدنا نروح على طرف السكين كير. سو انا شو عملت؟ حددت نايت روتين ومورنينج روتين لحتى قربتكم علي، لحتى تشوفوا منيح، بس لانه خلصت يعني فضيت الطاوله فصار فيني احط الستاند على الطاوله. هلا بدنا نروح على السكين كير. راح احط اول شيء كل شيء طلع عشان البروشز من كتر ما تقال. اشيل منهم، راح اشيل هاي من شينجلان، راح اشيل هاي من شينجلان، اخذ هدول، اخلي هاي من شينجلان، اخذ هدول البروشز تبعي. اوكي اي ثينك هيك تمام. بليز لا تقلبوا، بليز بليز. اوكي راح اخذ 1 2 3 للمورنينج روتين مع هاد الليبال. هاي صاروا اربع اشياء. للنايت روتين اول شيء عندي هدول كتير حلوين.
وحجمه كتير مناسب للسفر صراحة، كتير حبيت هالشي. وطبعا ما بننسى هلا النايت روتين عندنا، هاد الليب ماسك كله للنايت روتين، هاد هاي ثلاث اشياء، معجون الاسنان جبته من امازون حسيته منيح فبدي اخده معي. I think انه بس finally خلصنا. زين حسن هاي الطريقة خلص بليز خلص، رح اسكر عليكم والله. I think هيك enough، هيك بكون خلصت كل شيء وهيك بكون خلصتها. guys انتو لو تحملوها I think بتطلع، استنى اشوف، يعني على توقعاتي 15 كيلو 10 كيليات هالحدود، بس كتير تقيلة كتير تقيلة، بس لانه انا الجيم مو مبين علي اني عم بحمل هيك، يعني حاسه هيك ريشه سي تقيل. لا بس هون وهيك بكون خلصت، رايحه اعمل ميك اب على السريع وبدي اطلع، مستعجل كتير، بعدين بدي اطلع عندي كتير طلعات لي. فليتكم شكرا كتير انكم تابعتوا الستوريز وكنتوا فاضيين لي، احكوا لي اذا انبسطتوا ولا ما عاد اصور لكم خلص واكنسل سناب شات. وبس خليني اضب الميك اب الزياده اللي ما اخذته معي بالدرج واعمل ميك اب واطلع. love you all thank you so much انكم حضرتوا بس.